فما ضجة كبيرة عملتها امرأة تونسية تقول أنها باش تعرس بزوز رجال فرد وقت، حكاية بين البوز بين الإثارة بين دعوة إلى مراجعة نصوص قانونية، دعوة إلى تفسير نصوص قانونية. تكلموا برشا محامين في هذا الموضوع، هل هو فما، هل فما نجم نقولوا نوع من الفجوة الموجودة في القانون التونسي في هذه المسألة؟ معايا سندس الفرشيشي، مرحبا سندس. عسلامة سندس. قبل كل شيء نحب نسأل على حالتك النفسية وعلى الظروف اللي تعدى بها توا. والله حالتي النفسية الحقيقة ما نقولش تعبة تعبة برشا، على خاطر في النهارين الأخرانيين قاعدة نتعرض لهرسة كبيرة، وتهديد بالقتل، تهديد بالذبح، تهديد بالقصاص، تهديد بالتصفية الجسدية. يعني الموضوع خرج عن حده أكثر من اللازم. قدمت قضية في الموضوع هذا البارح، وعطيت الدليل اللي قاعدة نتحدث به، وصولي حتى للدار حاولوا أن منحي وقصوا على الجذو. أوكي، ويعني الموضوع خرج عن مجرى شوية بقى. معناتها ما هيش مجرد تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل، وإنما فعليا فما تهديدات. يعني كي تقولي فما ناس جوني، يعني أن الأمور أصبحت جدية فعلا. معناتها الامور افكتيفمون، انا مش من اول ما هبطت اللايف قاعد توصلني الحقيقه في التهديدات، لازمك تموت، لازمك تقتل. ما تعاملت معها طنكو عاديه، معها عباد تعمل في رد فعل عاديه، وخليتها بفضلك فهمت، وكنت نجاوب فيها ملموت واحد وعمر واحد وعمري بين دين الله مش بيديكم انتوما. لكن الوضع تطور على الاخر، وصلوا حتى للدار وعرفوني انا والنسكوت وحبوا قصوا الضوء. وبارح الحقيقة مشيت للمركز، عديوني للجرجاني، خذوا الإجراءات التامة يرحموا الحقيقة، وما زلت نتابع في الموضوع مع الأمن. سندس، شو نجم نعرف عليك أنت؟ معناتها شنو المهنة متاعك؟ مستواك التعليمي شنو؟ باهي، أنا كنت توقف حياتي كلها، وقفت على فكرة على الفيديو هذاك، حياتي كل وقفت. أنا جسوي أنا محاضر دولي في علوم الطاقة الحيوية، جسوي أنا إكسبير في الفونغ شوي، قدمت في محاضرات في تونس وخارج تونس، قدمت بليتو خاطر توا مش موجودة، قدمت محاضرات في تونس وخارج تونس في علوم الطاقة الحيوية، في الديفلوبمون بيرسونيل وفي الفونغ شوي اللي هو علوم الطاقة، طاقة المكان بليتو. كنت نخدم دون اون بواط ايفينمونتيال، جاي اون باراونغل، باراونغل تاع الاظافر، توا وقف كل شيء، ما عادش نجم نعمل حتى شيء، على خاطر ردة الفعل كانت قوية أكثر من اللازم. أنا اليوم نحكي معاك معناتها ونشوف انه عندك مستوى تعليمي جيد، ومعناتها انسانه متكونه، وما دام تعطي محاضرات الى غير ذلك، ولاحظ مليح انه معناتها الفيديو اللي عملته قد يكون اكثر، معناتها هو ما نعرفش تفدليك والا نوع من البوز اللي غايته فتح الحديث عن موضوع كيما هك، لانه نشوف من بعد منير بن صالحه يجي يقول بالحق هناك ثغره في القانون التونسي في هذا الموضوع. معناتها انت بالضبط فعلا ماكش ناوي تاخذ زوز رجال، معناتها خلينا نتفقوا معناتها في الحكايه هذه. شوفي هادي، انا ما نجمش نحكي في التفاصيل نتاع اسكو هي ماخذها بجديه او فدلكه، لكن احنا خليني نقول نقطه مهمه، ان احنا قاعدين نحاسبوا في النتيجه، فما سبب والنتيجه. اوكي، فما قانون هو كوني اسمه قانون السبب والنتيجه، احنا سيبنا السبب الاساسي وقاعدين نحاسبوا في النتيجه. اوكي، يعني الموضوع بتاتر باش نحكي فيه مره اخرى على التفاصيل، شنو الاوبجيكتيف اللي انا حابه نوصل له، علاش انا عملت الفيديو هذاك، هل هي حقيقه او مجرد متنجمش تكون سندس حقيقه، راهو متنجمش تكون حقيقه، وانت مادام توا شفت المستوى التعليمي نتاعك متنجمش تكون حقيقه، ولما نشوف تصاورك كذلك متنجمش تكون حقيقه، وهذه معناتها يا اما مسحه أو هي نوع من البحث عن البوز، الهدف منه إثارة نقاش حول هذه. أنا عمري ما بحثت على البوز، إذا كان حاولت نحب نبحث على البوز كان فما ألف مليون طريقة في طريقة باش نعمل البوز.
واحنا معروفين طرق. شوف يا هدي، فما ألف مليون طريقه قاعدين نشوفوا احنا على السوشيال ميديا طريقه البوز كيفاش يعملوا فيها. يعني الموضوع هذايا ماهوش نتاع بوز، لا هو نتاع بوز، هو نتاع بوز، هذا الموضوع نتاع بوز. هو عملوه بس. شوف يا هدي، الشعب التونسي ديما يلوج على الرداءة، يفركس على الرداءة وينشر في الرداءة. هما اللي نشروا الفيديو مش انا اللي نشرته، انا هبطت على الكونت نتاعي. بطبيعة الحال لما تهبط على الكونت نتاعك فيديو يثير يعمل بوز. هذا فيديو يعمل بوز. لما امراه تونسيه تجي تقول مثلا باش ناخذ زوج رجال، معناتها هذا في حد ذاته قنبله تسيبت، اكيد انه باش تصير له بارتاج وتعليقات. هدي علاش ما حسبوش اللي قالها، اللي خرج وقال الموضوع هذاك؟ علاش حسبوني انا؟ على فكره انا راني مانيش متكونه قانونيا، ما عندي حتى علاقه بالقانون. القانون اهل القانون هما اللي يزمهم، اهل القانون اللي قالوا الموضوع هذاك، ورجل القانون قال الموضوع هذاك. انا ما قلتوش، خرج في راديو معناها مسموع عربيا، يا سام مسموع عربيا، وقال ثغره قانونيه و و و و سي منير بن صالحه الاستاذ. منير بن صالحه، الناس الكل سايبوا منير بن صالحه وشدوا سندس. اي تعرف علاش؟ على خاطر منير بن صالح، على خاطر هاتوا نفسر لك علاش. لانه منير بن صالح لما حكى عن الموضوع حكى قال انه هناك ثغره في القانون، نقطه وارجع للستار. اللي عملته سندس ثغره في القانون، لا 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 هادي سامحني، قال له برهان بسيف، قال له اذا المراه اذا تتزوج زوجين لا يحاسبها القانون. قال له ايفيكتيفمون القانون التونسي ما يحاسبش المراه اذا تزوجت زوجين. به وين الاشكال لهنا؟ لهنا انه سندس انت مشيت ابعد، انت قلت ساحول هذا الاشكال الى فعل حقيقي وواقعي. اشكال هو ما كانش اشكال، هو طرح قانوني طرحه للمحامي. انت قلت انت باش تحول، انت باش تحول الواقع، باش تكون اول امراه تونسيه وفي العالم وفي الكون باش تتزوج بزوج الرجال فرد وقت. ماهوش في الكون على فكره، الموضوع ماهوش كان في الكون، مانيشني اول حاله صارت في الكون على فكره. موضوع موجود قبائل في شتى الكره الارضيه عندهم الحق يتزوجوا. قبائل ولا قبائل لكن بشر، قبائل هو بشر. قبائل ومرحله مرحله المدينه هي بعد مرحله القبيله. القبائل لكن هما يقعدوا بشر على فكره، راهو يتحكم فيهم قانون. يبقاو ما فماش. لما نحكي على القوانين فنحن نخرج من مرحله القبيله الى مرحله المدينه. القوانين وجدت للمدن، معناتها المدينه ايش معناتها؟ المدينه بمعنى الحضاره. إذا المحامي التونسي هو يتحدث بقانون المدينة وليس بقانون القبائل. أي هذا شنو؟ المشكلة اللي أنت زدت على المحامي اللي أنت قلت باش تنفذ الكلام هذا. أنا حتى شيء هذه، أنا ما زدت حتى شيء، خذيت كلام رجل قانون أوكي ومعروف ما شاء الله منير بن صالحة معروف، خذيت كلامه. أنا نجهل القانون، ما عندي حتى علاقة، تكويني ماهوش في القانون. رجل قانون قال المرأة التونسية ما عندهاش حق الزوج، عندها حق الزوج أكثر من زوج. والقانون التونسي، ولا احكي بالشرع والعقيده، راني نحكي على قانون هوني. القانون التونسي ما يحاسبش المراه. انت قلت هكا اوكي، بوركوا با نطبق القانون. انا من العباد اللي طبق القانون، انا من الاشخاص اللي نطبق القانون يا هادي. هذا مش تطبيق قانون، هذا معناتها نوع. هو عمل قراءه. شوف كلام منير بن صالحه مش ماهوش كلام منير بن صالحه، ماهوش قران. خلينا نتفقوا على حاجه، ماهوش قران. هو اجتهاد، هو اجتهاد في نص قانوني. وفما برشا من رجال القانون لا يمكن صحيح باش تقولي لا يمكن الاجتهاد في نص واضح. نقول لك راهو النص واضح، وتوا كي نقراو النص بعد شويه تنشوفوا ان وضوح النص، تنشوفوا وضوح النص بان القانون فعلا. منير بن صالح عمل قراءه، عمل اجتهاد، انت عملت اكثر من منير بن صالح، قلت بانه هذا الاجتهاد انت باش تحوله الى حقيقه. اليوم نادمه انت على الفيديو اللي عملته؟ يعني لو جيت تعرف هادي اجا نقول لك، انا عمري ما نندم على افعالي، وتعلمت وعلمتني الحياه اني كيف نعمل خطوه مستحيل نندم عليها. وإلى هذه اللحظة مانيش نادمة على أي شيء قلته، لأني جسم اللي أنا عملته وما نتراجعش في قراري وما نتراجعش في الحاجة اللي قلتها. رغم هذا راهو ما يأكدش الكلام اللي قاعد نقول فيه، ما يأكدش هل أنا باش نتزوج بإثنين أو لا. ما تنجمش تقول لا يا هادي، ما فماش حاجة اسمها ما تنجمش. راهو التلاعب يا هادي. اذا كان شوف اذا تحب تثير، اذا تحب تثيرنا ب ب بهالحكايه هذه، وي معناتها هنفتحوا مجال. ليس للاثاره يا هادي. اما كيفاش تقول لي والله انا نهار 31 باش نعرس بزوج رجال؟ باش نقول لك مستحيل مستحيل مستحيل. وانت كامراه تونسيه ما تعملهاش.
يعني انت انا ك... ك... انا كامراه تونسيه حياتي كله انا ناشطه في المجتمع المدني وندافع على المراه التونسيه وندافع على كرامه المراه التونسيه، وخرجت للشارع وتضربت على خاطر المراه التونسيه في مظاهرات وعندي فيديوهات تثبت ذلك، لكن مش الى درجه اني زاد توا خلينا نخرج من الموضوع هذا توا يا هادي. انا سبب المكالمه نتاعي اني تكلمت مع المدام قلت لها راهي حياتي ولات في خطر توا. صحيح صحيح حياتي ولات في خطر اني اوصل لداري وانا من انا ما نهربش ما نهربش من مصيري ان العباد تحب تقتلني. راهو فيديوهات وكلام ماهوش مش تاع نقتلك كلمه انسان هادي كي تقول لي نقتلك نعرفك تفضلك، اما فما تعابير وكلمات معناها تبنيوها جهه معينه يقول التصفيه الجسديه انا باش نصفيك جسديا ونعلق راسك في شارع بورقيبه في المنقيلة معناها كلمه الحقيقه عليها 5000 صفر احمر، وقت يقول لي انت تستاهل الذبح وامام الجميع ووعد في القريب العاجل ومن بعد نلقى لونسانيا نتاع البارانجل نتاعي تنحات عندي انسانيا عندي برا اونجل تنحى تنحات لونسانيا نتاعو تتدير معناها راهو ميساج غيسو وهنا وصلنا لك وهنا نعرفه ويعني واستنى استنى شنو باش يجيك الايامات الجايه. ورغم هذاك الى حد الان انا ما عادش نخرج من داري، انا نخرج متنكره وليت بالفولاره وباللونات وبالبافيت باش حتى انسان، وفي صفحات من بعض الفتيات انهم كيشوفوني في الشارع باش يشلطوا لي وجهي وباش يتم تشويه وجهي اللي انا قاعده نخرج به ونحكي به، معناها الموضوع خرج عن حده. لكن رغم هذاك شكرا للامن التونسي الحقيقه اللي خذا الامور بجديه، شكر انهم وقفوا معايا وقاعدين معناها يتواصلوا معايا الى ان نلقاو حل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سندس فرشيش.